أصحاب الأرض مش تكون عندهم الأسبقية المعنوية وانطلاقة المباراة، انطلاقة المباراة للاتحاد الرياضي بتطاوين. كرة ورعية من رفيق المدنيني في اتجاه أيوب مشارك، يعمل المراوغة باش يوزع بالرجل اليسرى وبالرأس بعيدة. الرياضة في الجنوب الشرقي تتنفذ قصيرة، تمشي الكرة لأيوب مشارك، أيوب مشارك يوزع الدفاع، الدفاع يقطع بالرأس اتجاه المسعي لك ما توصلش الكرة، هذه فرصة الاتحاد الرياضي بقردان ولا حارس ذكية المسكيني دخل تاخذ منتشي الماتيري ووزع والدفاع بالراس. يهيب يهيب باش يوزع، يوزع داخل المنطقة والدفاع تتنفذ والدفاع، الدفاع يقطع الكرة تعود المحرسي، المحرسي ينتظر تخرج الكرة، تخرج الكرة تتنفذ المخالفة والبرأسية مرة أولى وتمشي مباشرة في الدفاع في التغطية. مدافع ماذا سيفعل العللي؟ يوزع بالرجل اليمنى والدفاع بالرأس أكيد جدا الطريث، هذه كرة الاتحاد الرياضي ببنقردان ولا التوزيع؟ هل سيوزع أو مباشر ينفذ توزيعة خطيرة؟ الدفاع، الدفاع يدخل العللي، العللي ماذا سيفعل؟ للمحرسي في الجهة اليسرى باش يوزع، يوزع داخل المنطقة والدفاع، يوزع داخل المنطقة وخطيرة لكن الدفاع، كرة عالية وتمشي 6 أمتار تنفيذ حسام الدين الحباسي نفذ ولا الدفاع أمام زوز مدافعين باش يطلب في الكرة فابيان في الجهة اليسرى لكن الدفاع يدخل، يدخل الدفاع راس كرة من جديد الاتحاد الرياضي من قدام تسديدة عالية سندا تاتيهم الحذري بالتوزيع داخل منطقة 18 متر خطيرة وبزالت الكرة داخل منطقة 18 متر هذا أمامكم تتنفذ القصيرة وتمشي من العونلي يوزع داخل المنطقة فابيان بالرأس وفي دين الحارس فعل المساندة في الرواق الأيمن يأتيه المحمود المسعي لكن يسدد مباشرة أمامكم أيوب مشارك ينفذ الروكني أيوب والدفاع مرة أولى وما زالت الخطر وما زالت الكرة لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان لكن بعيدة هجمة خطيرة العونلي لمسة واحدة وخطيرة هناك راية، هناك راية وهناك تسلل يبحث عن المساندة لمسة واحدة للعمر والدفاع بالرأس، الدفاع بالرأس نسيم السيود كان في الرواق الأيمن لاتحاد بن قردان ينفذ عالية وتمشي فوق الجميع المحرسي يسدد ولا الدفاع في وسط الميدان لمسة واحدة مع الحباسي باش يسدد عالية باش يوزع، يوزع داخل المنطقة ولا الدفاع 44 دقيقة لعب تتنفذ بسرعة توزيع والمدنين يقطع الكرة للمسعي الحباسي المسعي ثنائية والحارس الحارس حمزة الغنمي الكرة أمام زوز مدافعين لمسة واحدة ذكية من العلني لبوليلة لكن تعود لاتحاد بن قردان تعود وفابيان فالتغطية وتسديدة قوية لكنها بعيدة على مرمى سيف الدين الشرفي الاتحاد تتوين وتوصل لفابيان لكن في التغطية الدفاع وتمشي الكرة للحارس سيف الدين الشرفي فابيان تمشي كرة من فابيان لأدم بوليلة أدم بوليلة لمسة واحدة وتوصلش كرة أدم بوليلة إيهاب خفشت تتنفذ طويلة داخل منطقة 18 متر لمسة واحدة من بوليلة بالرأس لكن الدفاع يقطع هذه الكرة ويربح توصل الكرة الآن لأيوب مشارك أيوب مشارك لحباس يوزع داخل منطقة 18 متر وجانبية الاتحاد تطوين خطيرة الهجمة والمؤمن الرحماني وكرته بدون عنوان في تشكيلة اتحاد تطوين حمد علي حسني إذن يستعد للدخول هذه كرة لاتحاد بن قردان المسكيني داخل المنطقة والدفاع بالرأس الدفاع بالرأس المهمة في كرة القدم غازي وزع وتمر يعني حسابيا التعادل أقرب هذه كرة الاتحاد تطوين خطيرة وقوية جدا قوية مرة جانبية لمحمد نصر حامد محمد نصر حامد يدخل منطقة 18 متر محمد نصر حامد يسدد وعالية كرة قصيرة للاتحاد الرياضي بتطوين باش يسدد يوزع ولا الدفاع يقطع هذه الكرة أيوب بشارك باش ينفذ ينفذ طويلة في يدين الحارس هذا الوقت البديل تمشي كرة وفي هذه الأونة بالضبط يعلن الحكم على نهاية المباراة بين اتحاد بن قردان واتحاد تطاوين بالتعادل السلبي نشوفه في اللاعبين يعني إرهاق كبير في لقاء اليوم قلت مهمة صعبة في وسط الميدان كانت من الجانبين والتعادل عادل بين الجارين بين الاتحاديين اتحاد بن قردان واتحاد
تعتوين.